هاي تشتهر معظم بلدان العالم بنواديها الليلية مثل لبنان وتعتبر عامل سياحي مهم في مجموعة من الحانات الغريبة حول العالم إن كان من ناحية شكلها أو فكرتها. بسنغافورة مثلاً في نادي ليلي على شكل مستشفى والمشروبات تتقدم بأنابيب وكيس مصل والكراسي الموجودة هي مدولبة بالإضافة لوجود تخوتة. بالسويد في نادي ببلدة يوكاسيارفي مكون من الجليد والحرارة فيه منخفضة ومزين بمنحوتات جليدية والمكان بيفتح بس خلال فصل الشتاء. إحدى حانات أولورو بأستراليا تحتوي على أفاعي أحذية معلقة بالسقف وتبوت. أما بالفلبين فأحد النوادي بيضم فريق عمل بكامله من الأقزام يلي بيتنكروا بشخصيات معروفة منها ألفيس بريسلي. مين قال إنه باوباب بار بجنوب أفريقيا هو عبارة عن نادي ليلي بقلب شجرة كبيرة عمرها 6000 سنة؟ أنا قال شوفكم بكرة.